السلام عليكم أعزائي الطلبة، السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم راح نتعلم شهور مو أشهر، شهور السنة. شهور السنة باللغة الإنجليزية اللي هي January، February، March، April، May، June، July، August، September، October، نوفمبر، ديسمبر. طبعا قبل الشيء الاخير عاده نقول ان ديسمبر، يعني هو ديسمبر القصد 12 شهر، بس اريدك تحفظها بالطريقه اللي احنا حفظناها حتى تكونون انتم ان شاء الله احسن من عندنا. شلون؟ عندك جانيوري، طبعا الشهور السنه شهور وليس اشهر، اشهر واحد كلمه اشهر حتى تفرق شهور. عندك جانيوري، شنو هو جانيوري؟ كانون الثاني، احفظها هالشكل. جانيوري كانون الثاني اللي هو شهر الواحد. راح تقول لي ليش كانون الثاني قبل كانون الاول؟ لا، هو كانون الثاني. طبعا نوبات خاصة يمكن انت تسمع عند المصريين، خاصة اللبنانيين على السوريين يقولون يناير. حاول ايضا هاي تضبطها. جانيوري كانون الثاني هو نفسه يناير. طيب الشهر الثاني اللي هو شنو هو؟ فبراير. فبراير اللي هو شباط. فبراير هو شباط. فبراير عادة المصريين واللبنانيين يقولون فبراير. طبعا شهر شباط هو 28 يوم ونوبات يجي 29 يوم. هاي سنة كبيسة، سنة بسيطة، هاي لازم تضبطها. عندك شهر الثالث مارتش. مارتش اللي هو شهر الثالث اللي هو آذار. مارتش آذار، أوكي؟ مارتش آذار. عندك يسموه مارت أو مارس نوبات هاي المصريين إخواننا أو اللبنانيين. عندك أبريل نيسان. أبريل نيسان اللي هو شنو؟ أبريل نوبات يقولون أبريل. أبريل إنجليزي، نيسان أبريل. عندك ماي اللي هو ماي شهر الخامس اللي هو له تسميتين بالعربي، مايس وآيار. مايس وآيار طبعا تقولون مايو مصريين. زين عندك عندك جون اللي هو حزيران. جون حزيران، اوكي جون. المصريين عادة يقولون يونيو، هو مو جون، يقولون يونيو. زين عندك جولاي. جولاي شهر تموز اللي هو شنو؟ يوليو، اوكي. عندك اوغست شهر اب، يقولون اغسطس، اب اغسطس. زين عندك سبتمبر اللي هو ايلول، سبتمبر نفسه سبتمبر. اكتوبر، اكتوبر تشرين الاول. نوفمبر تشرين الثاني. ديسمبر كانون الاول. السنه تنتهي بكانون الاول وتبدي بشنو؟ تبدي بكانون الثاني. إذا تريد تتعمق وتضبطها أكثر عندك، شوف راح أعيدها، خليك وياي. جانيوري كانون الثاني 31 يوم. فبراير شباط 28 يوم أو 29 يوم. عندك مارتش، مارتش اللي هو آذار 31 يوم. عندك أبريل، أبريل 30 يوم. نيسان. عندك ماي، ماي اللي هو آيار أو مايس 31 يوم. عندك جون حزيران 30 يوم. عندك جولاي تموز 31 يوم. أوغست أب 31 يوم. عندك سبتمبر 30 يوم. وعندك أكتوبر 31 يوم. عندك نوفمبر 30 يوم. وعندك ديسمبر 31 يوم. اوكي، فهي اضبطها ال 30 وال 31. اذا بصوره سريعه، جانيوري كانون ثاني، فبراير شباط، مارتش اذار، ابريل نيسان، ماي مايس، اوكي جون حزيران، جولاي تموز، اوغست اب، سبتمبر ايلول،
عندك أكتوبر تشرين الأول، نوفمبر تشرين الثاني، وديسمبر عندك كانون الأول. تنتهي بكانون الأول تبدأ بكانون الثاني. هذه شهور السنة أعزائي، أتمنى تحفظوها وتضبطوها. أقبل تحياتي، ألتقيكم في مقطع قادم، وإلى اللقاء.